صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 70 لسنه 2023 بتعيين مدير في هيئه تنظيم سوق العمل وذلك بناء على عرض وزير العمل رئيس مجلس اداره هيئه تنظيم سوق العمل جاء فيه. يعين السيد علي محمد علي سلمان يوسف مديرا لاداره السياسات والبحوث في هيئه تنظيم سوق العمل.